في محاولة لصبغ الشهر الكريم بنكهة ثقافية مصرية، تستضيف دار الأوبرا عدة فعاليات تحت إشراف قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، أبرزها خيمة هل هلالك الرمضانية بالتعاون مع عدة جهات تابعة للقطاع، منها البيت الفني للفنون الشعبية. من اليابان لأمريكا، مفيش أنظف ولا أحلى من بلدنا مهما يكون. شوفوني كما يقدم مركز الهناجر للفنون معرضاً تحت عنوان في حب مصر. هو أنا جيت علشان كان عندنا دعوة من الفنانة التشكيلية مدام عزيزة غيث، بس فحبيت أن أنا أجي علشان أنا بحب الرسومات وبحب الفن التشكيلي، لأن إحنا في مسلسل وطاحونة العنف الزايد، فمحتاج برضو الشعب من وقت للتاني يبقى فيه فترة ترويح عن النفس. ويشارك مسرح الشباب بتقديم عرضا مسرحيا تحت عنوان قضية ظل الحمار. احنا اخترنا مسرحية قضية ظل الحمار عشان خاطر فيها فكر مختلف وتكنيك مختلف شوية عن 1980، يمكن يكون هو عرض للمثقفين اكتر بشكل مختلف. مسرح الشباب لازم يكون ليه دور في خلال الفترة اللي جاية من خلال ان هو ينتج عروض مختلفة للشباب.